مرحبا، ممكن الحاضر يغير الماضي؟ ممكن، بالفيزياء كل شيء ممكن حبيبي، مش كل شيء كل شيء، بس كثير أشياء ممكنة. لما تشوفي بعض علماء الفيزياء بتحسي هيك مش طبيعيين وهيك محسسين شوي وفجأة بصيروا خبصوا بالحكي، اعرفي إنه اللي رح تسمعيه هلأ ممكن كثير يكون له دخل بالموضوع. عشان تعمل كيكة بالتفاح لازم أول إشي تقطف التفاحة عن الشجرة، بعدين تخبز الكيكة بالفرن. قطف التفاحة وخبز الكيكة مرتبطين مع بعض بالسببية أو الكوزاليتي. أول إشي بحدث مسبب الشيء، بعدين بيجي الشيء. هذا هو السيستم اللي إحنا متعودين عليه واللي بحكي المنطق والفيزياء وكل شيء. موضوع جانبي، لما تسمع إنه الجاذبية بتأثر على المادة بسرعة الضوء وإنه السرعة القصوى بالكون هي سرعة الضوء، بالحقيقة الأصل ما بيكون الضوء. السرعة القصوى الحقيقية اللي ما بقدر أي إشي يتعداها هي سرعة السببية، the speed of causality. فلما نحكي عن الضوء والجاذبية منقول إنه التنين بتحركوا بالسرعة القصوى بالكون واللي هي سرعة السببية 300,000 كيلومتر بالثانية. عشان هيك إذا اختفت الشمس مش رح نعرف أول 8 دقايق، لأنه المسافة اللي بتفصلنا عن الشمس هي تقريباً 8 دقايق ضوئيات أو 8 دقايق سببيات. الشمس لا تستطيع ولا بأي شكل من الأشكال إنها تأثر على كوكب الأرض قبل 8 دقايق، ممنوع. بمعنى آخر، السببية هي السرعة القصوى اللي بقدر فيها أي حدث بالكون يأثر على حدث ثاني. خليني نرجع للكيك. السببية تعتبر من أساسيات الفيزياء والكون اللي إحنا فيه، ما بنفع تيجي النتيجة قبل السبب. في عنا تسلسل بالزمن للأحداث ومرور بالوقت من الماضي للمستقبل، هذا إشي بديهي ومسلم فيه. طب ما رأيك إذا قلت لك إنه هون بكوننا هذا بصير العكس؟ يعني حدث قطف التفاحة معتمد على سواء أنت عملت كيكة أو لا. بال1801 واحدة من أول التجارب على الجسيمات دون ذرية عملها واحد اسمه توماس يونغ بتجربته الشهيرة شقي يونغ أو الشق المزدوج Double Slit Experiment. أول إشي في قاذف جسيمات دون ذرية، بعدين في حاجز قدامه على فتحتين، وآخر إشي في حاجز مستشعر. هلأ أنت لما تطخ جسيمات على حاجز في فتحة متوقع أنك تلاقي أثر على المستشعر على شكل خط، إذا في فتحتين على شكل خطين وهكذا. بس الحقيقة طلعت غير، لما طلعوا من فتحتين عملوا نمط تداخل موجي، يعني زي لما تدخل موجتين من فتحتين بتفاعلوا مع بعض وبطلعوا نمط زي هيك، يعني الإلكترونات موجات ولا جسيمات ولا إيش؟ قالوا طيب ماشي، طولوا بالكم يا جماعة لا تتطاوشوا، يمكن النمط الموجي سببه إنه الإلكترونات صارت تخبط في بعض وهي فايتة وتأثرت مساراتها وعملت نمط موجات، ممكن ليش لا؟ خلينا نطخهم واحد واحد عشان نمسكهم واحد واحد. الموضوع بسيط جدا، قذفوا الإلكترونات واحد واحد، يعني ما فيش أي مجال إنه إلكترونين يخبطوا ببعض ويعملوا فوضى ويعملوا قصة. بس المشكلة إنه لاقوا نفس النمط، يعني زي كأنه الإلكترون صار إلكترونين وفات من الفتحتين مع بعض وخبط في حاله وعمل نمط موجي. ما هو فيش غير هيك، يعني كأنه الإلكترون هو نفسه صار موجود بأكثر من مكان مع بعض. بهاي المرحلة طبعاً إحنا صرنا نلف حوالين حالنا وصاروا يا جماعة شوفوا لكم حل، حطوا لكم جهاز مراقبة وحطوا لكم إشي بدنا نشوف شو اللي عم يصير بالضبط. حطوا جهاز مراقبة عشان يشوفوا بعينهم من وين فات الجسيم وكيف فات من الفتحتين مع بعض. بس حطوا جهاز مراقبة اتغيرت النتيجة، بطل في نمط موجي وصار الجسيم ابن يفوت يا من اليمين يا من الشمال. اخت عليه مسكين ولا كأنه عامل إشي، يعني كأنه الجسيم عارف أنه أنت بتراقبه. إذا حدا راقبه بصير يتصرف على كأنه جسيم، إذا ما حدا راقبه بصير يتصرف على كأنه موجة من الاحتمالات وبيفوت من الفتحتين مع بعض. هاي هي نتيجة تجربة الشق المزدوج والحالة اللي بيكون موجود فيها الجسيم بحالة موجة، يعني لما ما بيكون حدا عم برصده، اسمها تراكب كمومي أو superposition. طبعاً وجب التنبيه، المراقبة مش يعني مراقبة ذكية، يعني حدا عنده وعي راقب، أي مراقبة بتزبط، سلط عليه ضوء بدون ما أنت تشوفه، مش ضروري يكون في وجود وعي ذكي وراء الموضوع. طيب مش بس هيك، في إشي لسه أعطل من هيك بكتير واللي رح يوصلنا للفكرة الأساسية اللي كنا بنحكي عنها وهي فكرة السببية. قعدوا وقالوا صلوا على النبي خلينا نعمل حركة مرتدة ما خطرت على بال الإلكترون ولا رح يكون مجهز إلها. تعالوا نحط جهاز الرصد، بس ما منحطه قبل الفتحات، منحطه قبل الحاجز المستشعر، منخليه مبسوط ومفكر حاله إنه فيش حدا براقبه بفوت من الفتحتين مع بعض، اتركوه خليه على راحته. هاي الخطة اللعينة رح تخلينا أخيرا نقدر نشوفه هو موجة نمسكه بالجرم المشهود. تفضل انت فوت على راحتك، احنا مراقبك آخر إشي. الموضوع بسيط جدا، اللي صار عبارة عن أقوى تفجير جبهة بالتاريخ الفيزياء. لما حطوا جهاز المراقبة يا معلم، الجسيم عمل نمط جسيم مش نمط موجة،
هسا اللي ما فهم، الالكترون صار موجه وخش من الفتحتين مع بعض بما انه ما في حدا عم بيراقبه، بس مع هيك ترك نمط جسيم اول ما شاف جهاز الرصد، يعني زي كانه الكون اتصل فيه حكى له اسمع في حدا بيراقبك وانت مش عارف، انت كنت موجه فت من فتحتين مزبوط معك حق، بس هلا صار في مراقب وانت عارف السيستم ممنوع حدا يشوفك وانت موجه، تصرفاتك يا استاذ راقبها. بيجي الالكترون ايش بيعمل؟ برجع بالزمن وبدل ما يفوت من الفتحتين بغير الماضي وبفوت من فتحه واحده عشان يعمل نمط جسيم، لانه هلا صار في مراقب وصار لازم يترك اثر جسيم على الحاجز مش اثر موجه. الموضوع بسيط جدا، يعني الكون بالنسبه له انك ما تشوف جسيم وهو موجود بمكانين مع بعض اهم مليون مره من سهم الزمن. زمن مين؟ انا بمشي بالماضي، بمشي بالمستقبل، بغير الماضي كما اراه مناسبا. هاي اذا كان في اشي اصلا اسمه ماضي. هذا الحكي اللي صار بضرب بمبدا السببيه بعرض الحائط، لانه فعل المراقبه غير ماضي الجسيم، اكتشفنا انه ممكن تيجي النتيجه قبل السبب، او بمعنى اخر ممكن حدا ثاني اثروا على بعض بشكل مباشر بغض النظر عن مين صار قبل مين. ممكن اللي صار الساعه 1 ياثر على الشيء اللي صار الساعه 12. نرجع للتفاح، احيانا قطف التفاحه يعتمد على عمل الكيكه، اذا انت عملت كيكه بتنقطف بالماضي، اذا ما عملت كيكه تفاح بتضل معلقه على الشجره. الموضوع بسيط جدا، هاي الاشياء بتصير على المستوى الكتير صغير اللي احنا ما بنشوفه بحياتنا اليوميه، بس بثبت لنا قديش الكون مغاير للحدس وقديش احنا بالنسبه لنا يعتبر مش منطقي ولا عقلاني. بس عاد بالنسبه للالكترون، الالكترون حر هو يعمل اللي هو عاوزه، واللي عنده معزه يربطها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني لا تنسى تشوف حسابي على باتريون.